السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل منطقة استراتيجية في مأرب تقع بقبضة صنعاء، وإلى التفاصيل. سيطرت قوات صنعاء على منطقة استراتيجية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن بعد مواجهات عنيفة مع القوات الموالية للسعودية. وقالت مصادر إن القوات الموالية للتحالف نفذت زحفا باتجاه مواقع صنعاء في منطقة الجفرة الاستراتيجية بمديرية حريب جنوبي مأرب، سرعان ما كسرته الأخيرة وتقدمت مسيطرة على المنطقة بأكملها. وأضافت المصادر أن السيطرة على المنطقة الاستراتيجية تمثل أهمية في تمهيدها للتقدم واستعادة كافة مناطق المديرية، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى جراء المواجهات العنيفة بين الطرفين. ووفق مصادر محلية فقد شهدت جبهات القتال في حريب المنفذ الجنوبي لمدينة مأرب والخاضعة لسيطرة فصائل الإمارات المعروفة بالعمالقة معارك هي الأعنف منذ أشهر. بدأت بشن هذه الفصائل عمليات استفزازية ضد قوات صنعاء التي ردت بقوة قبل أن تجبر العمالقة على الانتحار من مواقع مهمة في المنطقة وباتجاه مواقعها على حدود شبوة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.